الى كريم البلوي، كريم هيها الى احمد فتحي، هيا نفس احمد ويجرب. جول، هدف التعادل من احمد فتحي بعدما تغير اتجاه الكره، اصطدمت في احد لاعبي العين لياتي هدف التعادل للعين الان في الدقيقه 74 عن طريق اللاعب احمد فتحي. وهنا معانقه عبد الله ربيع، هدف تعادل احمد فتحي بعد ما اصطدمت في احد المدافعين. شوف هنا التسديده، وايضا الزهراني محمد اصطدمت في محمد الزهراني وتغير اتجاهها، وكانت صعوبة على إبراهيم الحازمي لياتي هدف التعادل.